طبعا في بداية حلقتنا رندا تحدثنا وقلنا الحمد لله على السلامة للفنان والنجم المطرب الأردني متعب الصقار اللي بيسعدنا أيضا يكون معنا من خلال الهاتف، نقول له يسعد صباحك والحمد لله على السلامة متعب. يا هلا حازم، يسعد صباحك، صباح رندا، يسعد صباح الأردن الوطن الغالي علينا بكل قلوبنا يا حبيبي. صبحك بالخير أبو شهد، يعني إحنا ما بصير يمر اليوم إلا لنطمن عليك ونطمن على صحتك، يعني أنت غالي علينا جميعا، فحبينا اليوم هيك من يسعد صباحك نطمن على صحتك، طمنا. الحمد لله بألف خير، الله يبارك فيكم ونشكر الله، يعني موضوع الصحة ممتاز إن شاء الله والمعنويات عالية، غمرونا الشعب الأردني وسمو الأمير ولي العهد الله يطول عمره، يعني باتصاله أعطاني معنوية فوق الريح، يعني مية إذا كانت 500 صارت 100%، وهذا مش غريب على الهاشميين، وألف شكر له. نعم. أكيد يعني تحدث فنان ونجم متعب الصقار، يعني أكيد هذه لفتة من ولي العهد دائما شيء بيرفع الرأس واطمئنانه دائما على الأردنيين، على الفنان الأردني وعلى كل مواطن أردني دائما. وشفنا أيضا يوم أمس هالكم الكبير أيضا متعب من التعليقات من الأردنيين. صح. اللي بتسأل عن متعب الصقار، شو بنحكي بعد هذا الاتصال، بعد هذا التواصل، بعد هذا الاستفسار والاطمئنان على صحة متعب الصقار؟ تفضل. أنا بالنسبة لي هاي الرزقة، هاي رزقتي، وهذا هاي هذا الحب، هذا يعني غمرني وعطاني ونساني اللي أنا فيه، والحمد لله يعني على الحب إجاني من جميع أنحاء الوطن كله ومن خارج الوطن، فهذا إشي أنا بعجز عنه يعني، ولدرجة إني مش عارف أسولف أعبر بالإشي اللي بقلبي، كمية الحب اللي غمروني فيها، ألف شكر لهم، يعني هذا إشي فوق التصور بالنسبة لي، ما توقعته والله. أبو شهد، يعني الكل حابب يطمن على صحتك، طمنا عن حالك، أمورك تمام، أمورك كويسة. ومهرك يا الأردن غالي غالي، ونتغاوى بعجال العين، أعز وأهيب عجالي، نرد الريح يوم الريح، تقرب صورك العالي، نثبت شاردات الخيل، يسلم هالصوت، يعني اطمننا عليك واطمنوا عليك كل المحبين والمتابعين الأردنيين وكل من يشاهد شاشة الوطن، ويسعد صباحك، بنقول لك يسعد صباحك والله يقويك ويسلم هالصوت دائما، وإن شاء الله دائما الكل مع متعب الصقار حتى يعود يسمعنا دائما بصوته الغناء للوطن والقائد ولشعبنا العظيم ولجيشنا وكل مؤسساتنا وكل إنجاز أردني بيرفع الرأس دائما. الله يقويك حبيبي. شكرا. أهلا بيك فنانة متعب، الله يقويك والله يحميك، ودائما حازم زي ما حكيت بكل المناسبات الوطنية في كافة الأماكن دائما عودنا الفنان متعب الصقار يقدم اللون الأردني والفن بأسلوب مختلف، فالله صحيح. يحميك والله يعطيك الصحة. صحيح.